بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عايدة عطية، معيدة بقسم الرياضة والتأمين. هناخد النهاردة إن شاء الله الجزء الثاني من المراجعة النهائية لمادة محاسبة وإدارة شركات التأمين. الامتحان هيكون عبارة عن جزئين، جزء نظري الخاص بالجزء الإداري، ده هيكون عليه 8 درجات وهيغطي أول 3 وحدات في المنهج. الجزء الثاني هو الجزء العملي او المحاسبي، وده هيكون عليه 12 درجة. المقرر علينا في الجزء المحاسبي هو حساب مخصص الاخطار السارية، حساب مخصص التعويضات تحت التسوية اخر المدة، قائمة الايرادات والمصروفات للفرعين حياة وممتلكات، قائمة الدخل. قبل ما ناخد تمارين عملية هناخد مراجعة سريعة كده عن المفاهيم والطرق الفنية اللي عدت علينا في الجزئية دي. بالنسبة لوقت التكوين، بالنسبة للاحتياطي، فبما انه بيتكون من الارباح فبيتوقف تكوينه على النتيجة النهائية لأعمال المنشأة، بحيث اذا كان الناتج ارباح فبيتم تكوينه، في حالة لم تحقق المنشأة ارباح لا يتم تكوين الاحتياطي. بالنسبة لوقت تكوين المخصص، المخصص تكوينه لا يتوقف على نتيجة الاعمال، وانما بما ان هو بيتم حجزه لمواجهة التزامات مؤكدة فتكوينه الزامي، وزي ما قلنا بيتم تكوينه من الايراد. بالنسبة لمكان خصم كل من الاحتياطي والمخصص، الاحتياطي بيخصم في الارباح والخسائر، اما المخصص فيخصم في حساب الايرادات والمصروفات. طبيعة كل منهم، الاحتياطي بما انه بيتكون من الارباح فهو بيعتبر حق من حقوق المساهمين، وبيبقى ليهم الحق انهم يطالبوا بالحد الزيادة عن الحد القانوني في حالة اذا زاد الاحتياطي عن الحد القانوني، وبالتالي فالاحتياطي بيعتبر جزء من رأس المال. بالنسبة للمخصص، هو التزام على المنشأة لصالح حملة الوثائق. اول حاجة كنا خدناها في الاحتياطيات والمخصصات هو الاحتياطي الحسابي. الاحتياطي الحسابي بيتم تكوينه عادة في فروع التأمين على الحياة، بيتم تقديره بواسطة الخبير الاكتواري لمقابلة الالتزامات الخاصة بالشركة قبل حملة الوثائق في نهاية السنة المالية. اهمية تكوين المخصص جات منين؟ وثائق التأمين على الحياة بطبيعتها وثائق طويلة الأجل، القسط بيكون متساوي طول مدة فترة أو طول فترة التأمين، وبالتالي بيحصل عندي حاجة إن القسط الفعلي المدفوع في بداية التعاقد والمتعاقد في سن صغيرة ومعدلات الخطر منخفضة، فبطبيعة الحال بيبقى القسط الفعلي أقل من قسط الخطر، ولكن مع مرور السنوات بيحصل العكس، بتبدأ معدلات الخطر تزيد والقسط الفعلي بيكون بيتراجع لحد ما بيوصل لمرحلة انه بيكون اقل من قسط الخطر. وبالتالي تم تكوين الاحتياطي ده علشان اجنب الزيادة من القسط في السنوات الاولى من التعاقد، واسد بيها العجز او الفرق اللي بيحصل في السنوات الاخيرة واللي بيكون فيها القسط الفعلي اقل من قسط الخطر. طريقة حساب الاحتياطي الحسابي، في طريقتين لحساب الاحتياطي الحسابي. الطريقة الأولى اسمها طريقة الماضي، أو دي من اسمها بتعتمد على سنوات ماضية أو على سنة ماضية. أول سنة في
حساب الاحتياطي وفقا لهذه الطريقة بتبقى عن طريق اني اتتبع مجموعة الوثائق اللي موجودة عندي في الشركة، انا كشركة تأمين، واستنى لحد اخر السنة، وفي الاخر احدد جملة الاقساط الصافية اللي انا حصلتها بالفعل عن هذه السنة، وبعدين اخصم منها مبالغ التأمين اللي انا دفعتها خلال السنة، والفارق ما بينهم هو ده اللي بيتم تكوين الاحتياطي بيه اخر السنة. وفي السنة التالية باخد الاحتياطي اخر السنة اللي طلع من السنة الاولى، وانتظر برضو حتى نهاية هذه السنة، وبعدين اطلع الفارق واضيفه على الاحتياطي من السنة السابقة، ويبقى هو ده احتياطي اخر السنة للسنة الحالية بتاعتي. بالنسبة لطريقة المستقبل هي عكس طريقة الماضي، بحيث اني ببقى عايزة اكون الاحتياطي او اقدر قيمته في بداية السنة المالية، وده بيخليني اني بدل ما استنى لاخر السنة علشان اعرف الاقساط الفعلية اللي عندي والمبالغ التعويض الفعلية اللي انا دفعتها، لا انا بحسب القيمة الحالية لمبالغ التأمين اللي المتوقع ان انا ادفعها، واحسب القيمة الصافية للاقساط المتوقع اني احصلها، وبعدين اخصم المزايا من الاقساط، والفارق هو بيكون الاحتياطي الحسابي المتوقع او المقدر عن هذه السنة. زي ما قلت لكم طريقة الحساب اهو للسنة الماضية بتكون عبارة عن جملة الاقساط المحسبة، الاقساط المحصلة، حتى تاريخ حساب الاحتياطي اللي هو اخر السنة، ناقص جملة مبالغ التأمين المسددة حتى تاريخ حساب الاحتياطي. الطريقة التانية اللي هي طريقة المستقبل، الاحتياطي الحسابي فيها بيساوي القيمة الحالية لمبالغ التأمين المستقبلية الواجب سددها للمستأمنين محسوبة في تاريخ حساب الاحتياطي، ناقص القيمة الحالية للأقساط المستقبلية. في تنويه انه النتيجة اللي انا بتوصل ليها في الحالتين بتكون تقريبا واحدة او متقاربة جدا ايا كانت الطريقة المستخدمة. المخصص التاني اللي خدناه في الجزء ده هو مخصص الاخطار السارية. المخصص هو يعتبر بيقابل الاحتياطي الحسابي، ولكن بيتم تكوينه فيه التأمينات العامة أو تأمينات الممتلكات، يعني الاحتياط الحسابي في فرع التأمين على الحياة، والمخصص الخاص بالأخطار السامة بيكون في فرع التأمينات العامة أو تأمينات الممتلكات. بالنسبة للمخصص ده أهميته أو السبب من تكوينه، هو إن وثائق التأمين العامة أو تأمينات الممتلكات وثائق تأمين قصيرة الأجل، وعادة بتكون سنة واحدة. الواقع إنه الشركة في نهاية السنة المالية بتبقى محتاجة تحدد بالظبط نتيجة أعمالها، وبالنسبة لوثائق التأمين علشان أعرف نتيجة الوثيقة لازم أستنى لنهاية مدة الوثيقة اللي هي سنة، فمش كل الوثائق بيتم التعاقد عليها في بداية السنة وبتنتهي في نهاية السنة المالية، لأ أنا عندي طول السنة في وثائق بيتم التعاقد عليها، وبالتالي بتدخل في سنة مالية جديدة. طب أنا في نهاية السنة الحالية عايزة أحدد بالظبط نتيجة أعمالي، وبالتالي لازم أعرف النتيجة اللي وصلت ليها الوثيقة، فالجزء الزيادة اللي داخل في سنة مالية جديدة ده أنا بجيبه من السنة الحالية بتاعتي، وبكون بيه مخصص اسمه مخصص الأخبار السريع. بالنسبة للطرق الفنية لحساب المخصص عندي أكثر من طريقة. أول حاجة الطريقة الفردية أو طريقة ملف ملف، من اسم الطريقة دي بقدر أكتشف إنها بتعتمد على إني بركز على وثيقة وثيقة، وبحدد بالظبط الجزء من القسط اللي هيدخل في السنة المالية الجديدة، وبحط الجزء ده من القسط في المخصص على مستوى كل وثيقة، وعلشان أحدد القيمة الإجمالية
المتخصص بجمع القيم اللي انا حددتها على اساس كل وثيقه، وبتبقى هي دي النتيجه او القيمه الاجماليه لقيمه المتخصص في السنه او في نهايه السنه الماليه. بالنسبه لي الطريقه اللي بعدها هي الطريقه النصف سنويه. الطريقه النصف سنويه باختصار مضمونها ان تفترض ان كل الوثائق اللي انا تعاقدت عليها خلال السنه تم التعاقد عليها في منتصف السنه، وبالتالي 50% من الاوساط الخاصه بها تخص السنه الماليه الحاليه اللي انا فيها، و 50% من الاوساط المتبقيه تخص سنه ماليه جديده، وهي دي اللي يتم تقييم المتخصص فيها. الطريقه اللي بعد كده هي الطريقه الثمانيه. فكره الطريقه دي اني اقسم السنه الماليه بتاعتي لاربع فترات، كل فترة فيهم 3 شهور، وبيتم افتراض ان التعاقد الخاص بالعقود السنوية اللي كانت خلال السنة دي يتم في منتصف كل ربع، يعني الربع الأول من عندي 3 شهور. فلو أنا عايزة أجيب الوثائق اللي تم التعاقد عليها في الربع ده، أنا بفترض إن كل الوثائق في الربع ده تم التعاقد عليها في منتصف الربع، يعني الربع الأول من 1 من شهر 1 لحد شهر 3، ده يبقى الوثائق تم التعاقد عليها في منتصف شهر 2، يعني عدى شهر ونص اللي هو شهر 1 غير منتصف شهر 2 اللي هو منتصف الـ3 شهور شهر ونص، يبقى الوثائق تم التعاقد عليها في منتصف شهر 2. أنا قسمت الـ4 فترات على فترتين، لأن أنا افترضت إن التعاقد هيتم في منتصف كل ربع من الـ4 فترات اللي أنا مقسماهم، وبالتالي السنة اتحولت عندي من 4 فترات ل8 فترات أو 8 وحدات. يبقى العقود اللي في الربع الأول اللي خصص الخاص بيها هو عبارة عن إجمالي أقساط الربع ده 1/8. ليه 1/8؟ مع إني قلت إنه عدى شهر ونص، لأن أنا بالنسبة لي الربع هو الوحدة الأساسية بتاعتي، لما قسمت الربع لجزئين شهر ونص بقى الشهر ونص ده عبارة عن وحدة، السنة عندي بقت 8 وحدات. بما إني عدى شهر ونص بداية السنة بس، يعني عدت وحدة بس من 8 وحدات دي، وبالتالي المخصص هو عبارة عن إجمالي أقساط هذا الربع مضروبة في 1/8 من الشهر ونص اللي مر في بداية السنة. عقود الربع الثاني عشان أجيب المخصص فيها هتبقى عبارة عن إيه؟ هتبقى عبارة عن إجمالي أقساط الربع ده مضروبة في 3/8. ليه 3/8؟ لأن الربع الأول كله عدى، فده يبقى كده 2/8، وبعدين استنيت شهر ونص اللي هما وحدة ثالثة، يبقى عندي 3 وحدات من 8 وحدات، يبقى هضرب في 3/8. بنفس الطريقة بقى في الربع الثالث هتبقى إجمالي الأوساط من 5/8 وهكذا. الطريقة اللي بعد كده اسمها طريقة الاثنى عشر. وطريقة الاثنى عشر طريقة بسيطة، إن بسيب السنة زي ما هي تقسيمتها الطبيعية 12 شهر، وأفترض إن الوثائق يتم التعاقد عليها كل شهر، وده يتم حسب الافتراضين. الافتراض الأول إن التعاقد يتم في أول كل شهر، أو إن التعاقد يتم في آخر كل شهر. تعالى نبص للحالة الأولى. المخصص الخاص بالشهر الأول من السنة اللي هو يناير يتم التعاقد في شهر يناير 1/1 في بداية الشهر، يبقى إذا كل الوثائق دي هتنتهي في 31/12 نفس السنة. يعني في الحالة دي أنا معينيش جزء من القسط يخص السنة المالية الجديدة، وبالتالي لا يوجد مخصص. الشهر اللي بعد كده اللي هو فبراير، التعاقد برضه زي ما قلنا بيتم في بداية الشهر، يبقى في شهر 1 من السنة بس اللي هو يناير، وبالتالي أنا هنزل مخصص من أقساط الشهر مضروبة في 1/12. الشهر اللي بعد كده مارس هتبقى إجمالي الأقساط 2/12، وهكذا بقى لحد ما كان يعني نهاية الشهر. آخر شهر عندي هيبقى في 11/12. الافتراض الثاني اللي هو التعاقد بيتم اخر كل شهر،
يبقى الشهر الاول بالنسبه لي اخر كل شهر، يعني اخر شهر يناير، يعني يناير كله فات من السنه او عدى عليا كل شهر يناير، وبالتالي انا دخلت في سنه ماليه جديده بمقدار شهر واحد برضو. يبقى المخصص هو عباره عن اجمالي الاقساط الخاصه بالشهر مضروبه في 1/12. فبراير بنفس الطريقه هتبقى اجمالي الاقساط في 2/12، وهكذا لحد نهايه شهور السنه. الطريقة اللي بعد كده اسمها الطريقة 24، بنفس الطريقة كده، بس بدل ما بفترض او بقول ان السنة متقسمة ل 12 شهر، بقسم السنة على 24 فترة، يعني في الشهر بيتم التعاقد مرتين، وبالتالي يبقى اجمالي اقساط الشهر الاول او الفترة الاولى هي عبارة عن 1/1 على 24، وبعدين اجمالي اقساط الشهر اللي بعد كده هتبقى 3/24. ليه 3/24؟ لانه عدى شهر كامل، بس انا مفترضة انه بيتم التعاقد في منتصف الشهر، فالسنة بقت متقسمة عندي ل 24 جزئية، وهكذا. الطريقة 24، بما ان المخصص بيتحسب فيها على فترات قصيرة جدا، فبتعتبر طريقة دقيقة جدا بعد طريقة ملف ملف، لأن طريقة ملف ملف بتعتبر من أدق الطرق، لأنها معتمدة على إني بمسك وثيقة وثيقة وأحسب المخصص ليها بدقة، وبالتالي دي الطريقة الأدق. المخصص اللي بعد كده هو مخصص التعويضات. مخصص التعويضات فكرة إنشاؤه أو تكوينه جت منين؟ جت من إن بيبقى فيه دايما فاصل زمني، بيتم تسوية الوثيقة وسداد التعويض، ولكن بيبقى فيه عدة مراحل. أول مرحلة فيها إن يتم الإبلاغ عن الحادث، المرحلة الثانية يتم تقدير الخسائر اللي تحققت من وقوع الحادث وتحديد التعويض المطلوب، ودي اسمها مرحلة التسوية. المراحل دي بطبيعة الحال بتاخد وقت، قد يتعدى السنة المالية اللي أنا موجودة فيها بالفعل، وقد يصل الأمر إلى عدة سنوات. طيب انا في نهايه السنه الماليه زي ما قلت لكم الواقع اني لازم اطلع نتيجه اعمال الشركه، وبالتالي المبالغ الخاصه بالتعويضات اللي انا عارفه انها هتدخل عندي في السنه الماليه الجديده، وبعمل بيها مخصص بسميه مخصص التعويضات او مخصص التعويضات تحت التسويق. المخصص بنفس فكرته كده في تأمينات الحياة أو فرع تأمين الحياة اسمه مخصص المطالبات تحت التسديد، وزي ما قلت لكم هو قائم على نفس الفكرة، إن التعويضات أو المطالبات اللي هتخش في سنة مالية جديدة دي أنا بكون بيها هذا المخصص. بالنسبة لي مخصص بالنسبة للمخصص في التأمينات العامة اسمه مخصص التعويضات تحت التسوية. في التأمينات العامة بشكل أكثر تفصيلي بقى، الحوادث بتاخد 3 أشكال: حوادث وقعت وتم الإبلاغ عنها وتم تسويتها، يعني تحديد المبلغ المطلوب للتعويض، ولكن لم يتم السداد، اللي هي المرحلة الأخيرة لم تتم بعد. النوع الثاني من الحوادث، حوادث وقعت وتم الإبلاغ عنها ولكن لم يتم تسويتها أو سدادها، يعني لسه ما حددناش مبلغ التأمين المطلوب. النوع الثالث اسمه الحوادث التي وقعت ولم يتم الإبلاغ عنها أو تسويتها أو سدادها. النوع الأول والثاني دول بيقعوا ضمن مخصص أو ضمن اسم مخصص التعويضات تحت التسوية. النوع الثالث ده كده بكون بيه مخصص لوحده اسمه مخصص الإبنر، اللي هو المخصص الخاص بالحوادث التي وقعت ولم يتم الإبلاغ عنها أو تسويتها أو سدادها. والمخصص ده بيبقى عبارة عن نسبة بيتم إضافتها للمخصص الأساسي عندي اللي هو مخصص التعويضات تحت التسوية. هنشوف كده كل واحد فيهم بيتحسب إزاي.
اولا مخصص التعويضات تحت التسوية. اول طريقة، في طرق كتير جدا لمخصص التعويضات تحت التسوية، من طريقة القيمة المتوسطة او الطريقة الفردية، ولكن الطريقة المقررة علينا هي طريقة معدل الخسارة. طريقة معدل الخسارة بتعتمد على خطوتين. أول خطوة عندي إن أنا أطلع أو أحسب متوسط معدل الخسارة عن الـ3 سنوات السابقة، وده معناه إنه بيكون من قيمة التمرين بالفعل 3 معدلات مختلفة لـ3 سنوات ماضية. ودي المتوسط بتاعهم، هي عبارة عن مجموع هذه المعدلات على 3. الخطوة اللي بعد كده إني أحسب قيمة التعويضات اللي بتحصل في هذا العام، اللي بتاخد مثال من التعويضات التحليلية، علشان أحسب التعويضات التحليلية. معدل الخسارة بيساوي التعويضات التحميلية على الأقساط المكتسبة، وبالتالي من المعادلة دي أقدر أقول إن التعويضات التحميلية تساوي معدل الخسارة في الأقساط المكتسبة. التعويضات التحميلية هي عبارة عن إيه؟ لو هجيبها بطريقة مختلفة غير طريقة معدل الخسارة، هي عبارة عن مخصص التعويضات تحت التسوية آخر المدة زائد التعويضات المدفوعة ناقص مخصص التعويضات تحت التسوية أول المدة. وبالتالي أقدر أقول إني مخصص التعويضات تحت التسوية آخر المدة اللي أنا أصلا عايز أجيبه في الأساس، هو عبارة عن التعويضات التحميلية ناقص التعويضات المدفوعة زائد مخصص التعويضات تحت التسوية أول المدة. طيب الأقساط المكتسبة اللي موجودة عندي في أول خطوة هي أصلا عبارة عن إيه؟ عبارة عن مخصص الأخطار السارية أول المدة زائد الأقساط المكتتبة ناقص مخصص الأخطار السارية آخر المدة. زي ما قلت لكم، بما إن هي دي الطريقة المقررة علينا، ولكن في الواقع العملي الطريقة الأكثر استخداما وأكثر دقة هي الطريقة الفردية. المخصص التاني اللي هو مخصص الإبنر، بحسبه إزاي؟ قبل ما أقول لكم طريقة حسابه، أقول لكم بس المخصص ده طبيعته إزاي، أو الشركة بتتعامل معاه إزاي وفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 10. على الشركة إنها تقترح نسبة بيتم إضافتها لمخصص التعويضات تحت التسوية، والنسبة دي بتعتمدها الهيئة، وممكن يعني والنسبة دي بيبقى من المقبول إني أعدلها وفقا للأحوال الواقعية عندي للتعويضات. النسبة دي إما تكون نسبة من التعويضات، وبالتالي يبقى مخصص الإبنر الحالي هو عبارة عن الإبنر للعام السابق، المخصص الخاص بالعام السابق مقسوم على إجمالي التعويضات المبلغ عنها في العام السابق. يبقى أنا كده جبت النسبة مضروبة في إجمالي التعويضات المحققة هذا العام، يبقى أنا جبت مخصص الإبنر للعام الحالي. زي ما قلت لكم، النسبة بيتم تعديلها وفقا أو بما يتلائم مع الظروف الحالية. المخصص الثاني أو الطريقة الثانية إن أنا أحسب المخصص كنسبة من الأقساط المحصلة، وبنفس الطريقة اللي فاتت، بس بدل ما النسبة مقسومة على إجمالي التعويضات، لأ بتبقى مقسومة على إجمالي الأقساط المحصلة للعام السابق، وبعد كده بضربها في إجمالي الأقساط المحصلة للعام الحالي، فبطلع مخصص الإبنر للعام الحالي. والنسبة أيضا بتكون قابلة للتعديل. المخصص اللي بعد كده هو مخصص التقلبات العكسية. إيه السبب في تكوين المخصص ده؟ لما بيكون في عندي تعاقد على وثيقة جديدة، إزاي بحدد القسط؟ بحدد القسط بناء على معدلات الخسارة المتوقعة عندي لو الحادث ده وقع بالفعل، وبناء عليه أنا بقدر قيمة تقديرية كده للقسط المطلوب. طيب في حالة وقوع الحادث والنتيجة إن الخسائر الناتجة الفعلية أكبر من الخسائر اللي أنا كنت متوقعاها، ده معناه إن معدل الخسارة الفعلي كان أكبر من
معدل الخسارة اللي أنا قدرته في البداية أو معدل الخسارة التقديري واللي حسبت على أساسه القسط. طيب أحل المشكلة دي إزاي؟ قال لي إنه يعني الحالة اللي أنا شرحتها لكم من شوية، إن دلوقتي إنه الخسارة الفعلية تكون أكبر، في حالة تانية بيكون فيها العكس، بيبقى متوقع إن الخسارة تكون كبيرة، ولما بيقع الحادث بتكون الخسارة أقل من المتوقع، وبالتالي أنا قدرت معدل خسارة بأكبر من قيمته الحقيقية. طيب عشان نحل المشكلة دي هنعمل إيه؟ في الحالات اللي بيكون فيها معدل الخسارة أقل من المتوقع والخسائر الناتجة أقل من المتوقع، في الحالات دي أنا بجنب الزيادة اللي اتحسبت في القسط وبحطها في مخصص اسمه مخصص التقلبات العكسية، علشان استفيد من الزيادة دي في حالة الوثائق اللي بيكون فيها معدلات الخسارة الفعلية أكبر من معدلات الخسارة المتوقعة. هي دي فكرته كده باختصار. المخصص بقى بيتم تكوينه وفقا لما يلي: رقم واحد، انه اولا المخصص بعد تكوينه بيتم تجنيبه من حساب الايرادات والمصروفات، سواء في فروع تأمينات الممتلكات او فروع تأمينات الحياة، وده بيكون وفقا للنسب التالية: أول حاجة إنه يعادل 75% من أقساط الأخطار الطبيعية وأخطار الشغب والتخريب. تاني حاجة إنه يكون نسبة من الأقساط تعادل الفرق بين معدلات الخسائر المقدرة التي تم على أساسها احتساب أسعار تأمينات كل فرع على حدة، وبين معدلات الخسائر الفعلية المحققة في نهاية السنة المالية، وذلك بما لا يتجاوز 50% من فائض النشاط التأميني للفرع قبل احتساب هذا المخصص. والهيئة هي اللي بتقوم بوضع الأسس الخاصة بتحديد معدلات الخسائر المقررة لكل فرع. وفي حالة إذا بلغت قيمة المخصص 100% من قيمة مخصص التعويضات تحت التسوية، الشركة ليها إنها توقف تجنيب هذا المخصص، وبالتالي هتستغل الأموال اللي كانت بتجنبها فيه في استثمارات أخرى غير الاستثمارات المخصصة. المخصص ده برضو إذا زادت معدلات الخسائر الفعلية عن 100% من هذا المخصص، لا يتم تكوين هذا المخصص، بنتوقف عن تكوينه. طيب دي الحالات اللي بتتوقف فيها الشركة عن تكوينه. إيه هي الحالة بقى اللي بيجوز للشركة إنها تستخدم هذا المخصص؟ بيقول يجوز استخدام المخصص إذا زاد معدل الخسارة الفعلي عن المعدل المقرر بما يعادل 20% من المعدل المتوقع. يعني أنا كنت متوقعة معدل خسارة معين، ولما وقعت الخسارة الفعلية طلعت أعلى بنسبة 20% من المتوقع. في الحالة دي من حقي إن أستخدم مخصص التقلبات العكسية، ولكن بحدود، الحدود دي واقفة عند 20% من رصيد المخصص أول العام. المخصص الخامس والأخير هو مخصص فروق تقييم المخصصات الفنية أول العام. كل المخصصات بأنواعها زيها زيها حاجة، بما إن تكون تقديرية فمن المتوقع إن يكون تقديري أقل أو أكبر من الفعلي أو الواقع. هذه الفروق في حالة إنها بتكون أكبر من المتوقع أو من الفعل بيتم تجنيبها في مخصص اسمه مخصص فروق تقييم المخصصات الفنية أول العام. الجزء الثاني من العملي كان دخلنا بقى في قوائم الإيرادات والمصروفات. أول حاجة كنت خدتوها قبل كده هي قائمة الإيرادات والمصروفات في فرع تأمين الحياة. أهم بنود القائمة، ودي لازم تتحفظ بدقة، أول بند فيها صافي الأقساط. ما بحطش الرقم كده في القائمة بعد ما بحسبه صافي، لا، أنا بحط البنود الفرعية تحت البند ده، لازم أوضحها في القائمة. أول حاجة فيها الأقساط المباشرة المسددة، بزود عليها أقساط إعادة تأمين وارد، وبعدين وبطرح منها أقساط إعادة تأمين صادر فاتديني صافي الأقساط
المسددة. البند اللي بعد كده هو التغير في قيمة الاحتياطي الحسابي، وده بطلعه عن طريق قيمة الاحتياطي الحسابي أول المدة، بطرح منها قيمة الاحتياطي آخر المدة. البند الثالث عمولات إعادة التأمين الصادر. البند اللي بعد كده صافي الدخل من الاستثمارات المخصصة، هزود عليهم أي إيرادات أخرى موجودة عندي، وده كده بيديني إجمالي الإيرادات. بعد ما طلعت إجمالي الإيرادات بسيب الرقم ده، بدخل في القسم الثاني من القايمة وهو الخاص بالمصروفات. أول بند في المصروفات هو العمليات أو التعويضات المسددة عن العمليات المباشرة، هزود عليهم عمليات إعادة تأمين وارد، وأطرح عمليات إعادة تأمين صادر أو التعويضات المستردة من الشركات اللي أنا أمنت عندها أو عملت عندها إعادة تأمين. البند الثاني التغير في قيمة مخصص المطالبات تحت التسديد، وهو عبارة عن قيمة المخصص آخر المدة ناقص قيمة المخصص أول المدة. البند اللي بعد كده أو اللي بزوده بعد كده هو عمولات الإنتاج. عمولات الإنتاج بتبقى عبارة عن 3 بنود فرعية، هي عمولات الوكلاء والمنتجون، عمولات إعادة التأمين الوارد، وعمولات أو تكاليف ومصروفات الإنتاج. هزود عليهم البند اللي بعد كده هو المصروفات الإدارية والعمومية. ممكن تكون عندي في التمرين في شكل مصروفات كده فرعية، أو يجيبها لي إجمالية على طول باسم المصروفات الإدارية والعمومية. لو جابها فرعية أخد بالي إن هي بتبقى أجور العاملين، الإيجارات، مصروفات الإنارة، التكييفات، تكييفات الهواء، المياه، مصروفات المياه، المطبوعات، يعني باخد بالي إنها مصروفات بيبقى من اسمها باين إنها ملهاش علاقة بالوثائق أو ليها علاقة بتكاليف الإنتاج. بعد كده هزود مخصصات خاصة بالاستثمارات المخصصة، أي مخصص هيقول لي إن ليه علاقة بالاستثمارات المخصصة عندي. بعد كده مخصصات بخلاف مخصصات الاستثمار، زي مخصص مكافئة ترك الخدمة والمزايا الإضافية، أو إنه يكون مديني رقم لمدين وعمليات التأمين، اللي هو الفرق ما بين الجرد الفعلي ورصيد الأقساط تحت التحصيل. يعني في نهاية السنة أنا عندي أقساط متوقع إن أنا أحصلها، في نهاية السنة بعد ما عملت جرد فطلع إن في أقساط لم تسدد بعد، فدي بتتحط في حساب اسمه مدين وعمليات التأمين. الأقساط دي نخلي بالنا أقساط بتخص السنة ولكن لم تسدد أو لم تحصل، فبحطها في حساب مدين وعمليات التأمين. البند اللي بعد كده أي بقى مصروفات أخرى، بلاحظ إنه ما ينفعش إن أنا أصنفها تحت أي بند من البنود اللي فاتت دي من المصروفات، فبحطها في بند مصروفات أخرى، وده كده بكون طلعت إجمالي المصروفات. برجع بقى للرقم الأساسي اللي أنا طلعته فوق اللي هو إجمالي الإيرادات، أطرح منه إجمالي المصروفات اللي أنا طلعتها في الجزء الثاني من القايمة، وفي الآخر هيديني الناتج بقى اللي هو عبارة عن فائض أو عجز النشاط التأميني في نهاية العام. بعد كده قايمة إيرادات ومصروفات فرع تأمينات الممتلكات، هي بالظبط نفس ترتيب وبنود القايمة في فرع تأمينات الحياة مع اختلافات بسيطة جدا. أول اختلاف إنه تاني بند عندي في الإيرادات في فروع التأمين على الحياة كان اسمه الاحتياطي الحسابي، لا هو هنا اسمه مخصص الأخطار السارية، وبيتخصم برضو بنفس الطريقة اللي هي قيمة المخصص أول المدة ناقص قيمة المخصص آخر المدة. الاختلاف التاني برضو اللي عندي هو برضو اختلاف في الاسم مش أكتر، إن المخصص اللي هو الخاص بالتعويضات تحت التسوية في فروع التأمين على الحياة اسمه مخصص المطالبات تحت التسديد، في تأمينات الممتلكات اسمه مخصص تعويضات تحت التسوية، وبحسبه برضو أو بطلع التغير بنفس الطريقة، بجيب المخصص آخر المدة وأطرح منه المخصص أول المدة، وبعدين بقيت بنود القايمة زي ما هي بالظبط بدون تغيير. القايمة الأخيرة اللي عندي هي قايمة الدخل. قايمة الدخل لو لاحظنا ان قايمة الإيرادات بيتم إعدادها على مستوى الفرع الواحد، لا قايمة الدخل بيتم إعدادها على مستوى الشركة ككل أيا كان عدد الفروع اللي فيها. تمام، بعد ما بطلع طبعا النواتج من قوائم الإيرادات والمصروفات،
وفي النهاية بطلع صافي بقى الربح أو الخسارة على مستوى الشركة كلها. طب ايه هي عناصر القايمة دي واللي برضو لازم نحفظها؟ أول حاجة الإيرادات. ايه هو اللي ممكن يكون أول إيراد بالنسبة لي؟ أول إيراد بالنسبة لي هو الفائض أو العجز اللي ظهر في قايمة الإيرادات والمصروفات على مستوى كل فرع، ده بجمعه أيا كان عدد الفروع اللي عندي، وبعدين بزود عليهم صافي الدخل من الاستثمارات غير المخصصة. طب الاستثمارات المخصصة كانت فين؟ الاستثمارات المخصصة تم إضافتها بالفعل في قائمة الإيرادات والمصروفات. بزود عليها إيرادات متنوعة غير مخصصة، وبعدين بزود الربح من البنود غير العادية، ولو كان في خسارة طبعا بنقصها. ده من أنا كده دخلت في حتة مصروفات. وبعدين بزود أرباح البنود غير العادية أو الأرباح الاستثنائية. كل ده هيديني كده صافي الربح قبل حساب الضريبة. طب قبل حساب الضريبة يبقى الخطوة اللي بعد كده إني لازم أخصم الضريبة، يبقى هخصم الضريبة وبعدين في الآخر هيديني صافي أرباح العام القابلة للتوزيع اللي هي بعد خصم الضريبة. المصروفات اللي موجودة عندي بقى هتكون مخصصات الإهلاك غير المخصصة، المصروفات العمومية والإدارية غير المخصصة، المصروفات الأخرى غير المخصصة، خسائر البنود غير العادية اللي هي مقصود بيها خسائر استثنائية مثلا زي الكوارث أو الخسائر اللي بتحصل بشكل استثنائي نتيجة للكوارث، زلازل، فيضانات، خسائر غير متوقعة. بزود عليهم الكلام ده لما هعمله هيديني الربح او الخسارة بعد البنود غير العادية. وبعدين الضرائب المستحقة. انا اديتكم البندين ولكن القايمة بتاخد ترتيب مختلف، انا بس بديكم تفصيلة للبنود اللي موجودة جوه القايمة. القايمة بقى ترتيبها اللي انتوا هتحفظوه بالظبط بالترتيب عبارة عن ايه؟ اول بند وبطلع الاجمالي بتاعهم، وبعدين بزود صافي الدخل من الاستثمارات، بزود ايرادات اخرى غير مخصصة هيديني الاجمالي، وبعدين هخصم منهم اهلاك الاصول الثابتة غير المخصصة، اخصم منهم اي مخصصات اخرى واي مصروفات متنوعة هيديني صافي الربح او الخسارة قبل البنود غير العادية، وبعدين هزود او يعني او هخصم الربح او الخسارة من البنود غير العادية، ده هيديني صافي الربح او الخسارة قبل خصم الضريبة، وبعدين هخصم الضريبة المستحقة عن ارباح العام هيديني في النهاية صافي ارباح العام القابلة للتوزيع. بعد ما خلصنا كده استرجاع سريع لأجزاء الخاصة بالمنهج، هناخد مثال شامل من امتحان 2018. المثال بيقول فيما يلي العمليات المالية التي تمت بشركة المنى للتأمين خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017. الشركة كانت فرعين، فرع تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال اللي هو تأمينات الحياة، وفرع تأمينات الممتلكات أو التأمينات العامة. مديني بيانات خاصة كده بالفرعين، بيانات عن متعددة عن الأقساط اللي تم تحصيلها والتعويضات ورسوم الإشراف والرقابة ورسوم التعديل وإيرادات الاستثمارات، يعني باختصار العمليات اللي تمت خلال السنة. الفرع الثاني اللي هو فرع عفوا الفرع الثاني اللي هو فرع تأمينات الحياة نفس الكلام، برضو فيه بيانات عن العمليات اللي تمت خلال السنة. وبعدين طالب مني في بيانات أخرى، والمطلوب بقى عدة مطالب إن يتم تقديرها والإجابة عليها من خلال اختيار سؤال أو أسئلة الاختيار من متعدد. أول مطلوب عندي بيقول لي تبلغ قيمة الأقساط تحت التحصيل بفرع تأمينات الأشخاص اللي هو تأمينات الحياة في الأول قد إيه، ومديني اختيارات. لو طلعت مديني اختيارات، أول حاجة عندي أنا يعني مرقماها علشان ما نضطرش كل شوية نرجع.
الأقساط تحت التحصيل بفرع تأمينات الأشخاص اللي هي في المطلوبة في أول سؤال، زي ما قلت لكم هي عبارة عن الأقساط المباشرة والمستحقة خلال العام زائد رسوم الإشراف والرقابة. طب احنا كنا لسه واخدين في القايمة من شوية ما كانش فيه سيرة رسوم الإشراف والرقابة، لا أنا بعيدا عن القايمة هو دلوقتي عايز الأقساط تحت التحصيل بفرع تأمينات الأشخاص، يعني إيه الأقساط اللي الشركة هتقوم بتحصيلها. طب في الواقع هي هتحصل إيه؟ هي هتحصل الأقساط المباشرة متضاف عليها رسوم الإشراف والرقابة اللي هي بتقوم بتحصيلها وبعدين بتعيد تسديدها لهيئة الرقابة المالية. يبقى اللي أنا هحصله أو اللي الشركة هتحصله فعليا هو الأقساط المباشرة زائد رسوم الإشراف والرقابة. طيب هو كان مديني الأقساط المباشرة بكام؟ كان مديهالي ب8 مليون زائد رسوم الإشراف والرقابة. النسبة دي لو مش موجودة عندي في المعطيات لازم أكون حافظها. في فرع تأمينات الحياة دايما بتكون 2.5 في الألف، وفي تأمينات الممتلكات بتكون 6 في الألف. أنا هنا هحسبها في تأمينات الحياة، هيبقى عبارة عن الأقساط المباشرة اللي هي 8 مليون في 2.5 في الألف، هيديني 8 مليون و20 ألف. المطلوب اللي كان بعد كده كان عايزني أحسب رسوم الإشراف والرقابة اللي أنا لسه مطلعاها بالفعل، اللي هي 8 مليون في 5 في 2.5 في الألف اللي هي طلعت ب20 ألف. وحط لكم رقم الاختيار اللي أنا هختاره في الاختيارات المتعددة. بعد كده كان عايز إجمالي الأقساط بالفرع. إجمالي الأقساط بالفرع، الأقساط زي ما قلت لكم كانت 8 مليون اللي هي الأقساط المباشرة. إجمالي الأقساط بالفرع يعني إيه؟ إجمالي الأقساط اللي تم تحصيلها بالفعل كانت 8 مليون أقساط مباشرة، و8 مليون أكيد كانت تخص التعويضات أو التأمينات، إعادة التأمين الصادر. تمام، بلغت الأقساط المباشرة المصدرة والمستحقة خلال العام 8 مليون جنيه. أقساط إعادة التأمين الصادر المستحقة لشركة الأدهم كانت 3 مليون ونسبة العمولة 25%. فوق بقى كان في اتفاقية بين شركة المنى وشركة آدم لإعادة التأمين تنص على حصول شركة المنى على 30% من العمليات المباشرة اللي بتعقدها الشركة، على أن تتحمل شركة المنى نفس النسبة من المطالبات، وبالتالي الشركة هتحصل إيه بالظبط؟ هتحصل 8 مليون أقساط مباشرة زائد المطلوب التالت زي ما قلت لكم هو اجمالي الاقساط بالفرع اللي هو فرع تأمينات الحياة. اجمالي الاقساط بالفرع هتكون عبارة عن ايه؟ عبارة عن الاقساط المباشرة بتاعت الشركة نفسها اللي هي 8 مليون زائد اقساط اعادة التأمين الوارد. طب اقساط اعادة التأمين الوارد بكام؟ كان في اتفاقية ما بينها وما بين شركة الادم ان هي تاخد 30% من عملياتها المباشرة. عمليات الشركة اللي هي هتعيد عندها هتاخد منها عمليات إعادة تأمين وارد كانت عملياتها كلها ب3 مليون، والاتفاقية
ان الشركة بتاعتنا هتاخد منها 30%، وبالتالي شركتنا هتاخد 30% من اقساط المباشرة دي الشركة التانية. يعني اجمالي الاقساط في الشركة هتبقى 8 مليون اللي هم الاقساط المباشرة زائد 3 مليون مضروبة في 30% اللي هي اقساط اعادة التأمين الوارد، هيديني 8 مليون و900 الف. اللي بعد كده كان عايزني اقدر الاقساط المكتسبة بفرع الحياة. الاقساط المكتسبة لو احنا رجعنا كده للقائمة، الاقساط المكتسبة كانت عبارة عن ايه؟ كانت عبارة عن صافي الاقساط اللي انا بطلعه من الاقساط المباشرة زي اقساط اعادة التأمين الوارد، وبطرح منه اقساط اعادة التأمين الصادر، ده هيديني صافي الاقساط، تمام؟ وبعدين بزود عليهم التغير في الاحتياطي الحسابي. قلنا التغير الاحتياطي في التغير في الاحتياطي الحسابي بجيبه ازاي؟ بجيب احتياطي اول المدة واطرح منه احتياطي اخر المدة. طيب صافي الاقساط كان عندي قد ايه؟ الاجمالي كان 8,900,000 ناقص اللي هو اقساط اعادة التأمين الصادر. طب اقساط اعادة التأمين الصادر كانت عبارة عن ايه؟ نرجع كده مرة لفوق. بلغت أقساط إعادة التأمين الصادر المستحقة لشركة الأدهم لإعادة التأمين 3 مليون جنيه، ونسبة العمولة 25%. يبقى على طول هياخد الرقم، هو مديهولي جاهز. يبقى إجمالي الأقساط ناقص أقساط إعادة تأمين صادر 3 مليون، زائد الاحتياطي اول المدة كان مديولي ب4,200,000 ناقص الاحتياطي اخر المدة ب5,800,000، يبقى الناتج كله 4,300,000. السؤال رقم 5 كان عايز عمولة اعادة التأمين الصادر. العمولة بجيبها ازاي؟ بضرب الاقساط الخاصة بالتأمين الصادر في نسبة العمولة. العمولة كانت 25%، واقساط التأمين الصادر زي ما قلت لكم في النقطة اللي قبلها كانت ب3 مليون. يعني العمولة عبارة عن 3 مليون مضروبة في 25% هتطلع 750,000. رقم 6 كان عايز صافي الدخل من الاستثمارات. صافي الدخل من الاستثمارات هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن اجمالي الايرادات من الاستثمارات المخصصة ناقص اجمالي المصروفات. طب اجمالي المصروفات عندي كانت عبارة عن ايه؟ عبارة عن مصروفات مسددة نقدا زائد المخصصات الخاصة بهذه الاستثمارات، وكان عندي مخصص واحد بس في التمرين هو مخصص هبوط أسعار العقارات. لما حسبت إجمالي الإيرادات وطرحت منهم الرقمين دول طلع الناتج ب9,150,000. بعد كده إجمالي الإيرادات أو المطلوب في السؤال رقم 7 كان عايز إجمالي الإيرادات للفرع. اجمالي الايرادات للفرع عباره عن ايه؟ عباره عن الاقساط المكتسبه اللي هي اخر حاجه انا وصلت لها، ينفع اخدها كده جاهزه على طول في الاسئله اللي قبل كده، كانت اخر حاجه انا طلعتها الاقساط المكتسبه، وبالتالي هبدا منها على طول. عفوا، إجمالي الإيرادات تساوي الأقساط المكتسبة زائد عمولات إعادة التأمين الصادر زائد صافي الدخل من الاستثمارات المخصصة زائد إيرادات أخرى مباشرة. على طول بقى الأرقام جاهزة عندي من الحل بتاعت الأسئلة السابقة أو الخطوات السابقة. الأقساط المكتسبة كانت ب4,300,000، عمولات إعادة التأمين الصادر أنا برضو كنت مطلعاها ب750,000، هزود عليهم صافي الدخل من الاستثمارات المخصصة كان طالع ب9,915,000. عفوا،
زائد ايرادات اخرى مباشره. ايرادات اخرى مباشره يعني ايراد يكون ليه علاقه بالوثائق او بالنشاط التاميني نفسه. كان عندي رسوم تعديل الوثائق المصدره كانت ب 35 ألف، لما جمعت كل ده مع بعضه طلع ب 6 مليون. السؤال رقم 8 كان عايز صافي المطالبات المسددة. صافي المطالبات المسددة بيساوي المطالبات المباشرة زائد مطالبات إعادة تأمين وارد ناقص مطالبات إعادة تأمين صادر. المطالبات المباشرة عندي كانت ب 3 مليون، مطالبات إعادة تأمين وارد كانت ب 660 ألف، وكان في عليها 660 ألف. ده طلع منين؟ طلع من مطالبات إعادة التأمين الوارد الإجمالية الخاصة بالشركة اللي أنا عملت معاها إعادة تأمين، مضروبة في نسبة التأمين اللي أنا خدتها منها. الشركة التانية دي كان عندها إجمالي مطالبات أو تعويضات ب 2 مليون و200 ألف، وأنا كنت مأمنة فيهم أو اتعمل عندي إعادة تأمين وارد بنسبة 30% منهم. يبقى اللي يخصني أنا كشركة المونة هو عبارة عن 2 مليون و200 ألف مضروبة في 30% ناقص مطالبات إعادة تأمين صادر أو المطالبات المسددة، ودي كانت ب 2 مليون. يبقى الصافي المسدد بالنسبة لي كان 1,660,000. السؤال رقم 9 كان عايز التعويضات التحميلية. التعويضات التحميلية قلت لكم زي ما قلت لكم من شوية، هي التعويضات اللي بتخص السنة بالظبط أو التعويضات اللي بتحمل على السنة. التعويضات التحميلية قلت لكم بتيجي من المعادلة بتاعة مخصص المطالبات تحت التسديد آخر المدة زائد التعويضات المدفوعة اللي هي صافي المطالبات ناقص مخصص المطالبات تحت التسديد أول المدة. طيب أول حاجة هدور عليها مخصص المطالبات تحت التسديد آخر المدة، مش موجود عندي في المعطيات، هطلعه. طب أنا بطلعه بطريقتين، إما تكون التعويضات التحميلية موجودة فطلعه من خلالها، أو يكون عندي معدلات الخسارة وأقساط مكتسبة فطلعه من خلال المعادلة بتاعة معدلات الخسارة. طب أنا الاتنين مش موجودين عندي، لو في أقساط مكتسبة بس مفيش معدلات خسارة ومفيش مخصص تعويضات آخر المدة هطلعها إزاي؟ هطلعها بقى بطريقة مباشرة على طول، يعني هقول المطالبات اللي عندي أو كانت المستحقة خلال العام قد إيه، وأنا سددت منها قد إيه، يبقى المتبقي ده هيبقى عبارة عن مخصص المطالبات تحت التسوية آخر المدة. تمام. طيب المطالبات كلها كانت كام؟ كانت 5 مليون اللي هي كانت مستحقة بالنسبة لي في السنة دي، سددت منها 60% نقدا. لو رجعت للمثال هلاقيه بيقول لي ان هو سدد 60% من المطالبات المستحقة نقدا، يبقى 5 مليون مضروبة في سددت 60%، يبقى المتبقي عندي كام بقى؟ 40%، يعني 5 مليون مضروبة في 1 ناقص 60%، 60% هيديني 2 مليون جنيه. يبقى هو ده مخصص المطالبات تحت التسوية. ارجع بقى للمعادلة الاساسية بتاعتي، يبقى التعويضات التحميلية هي عبارة عن مخصص المطالبات تحت التسوية اخر المدة اللي انا لسه مطلعاه ب 2 مليون، مضاف اليها التعويضات المدفوعة، ومطروح منها مخصص المطالبات اول المدة، لما حسبتها طلعت ب 1,460,000. السؤال رقم 10 كان عايز عمولات الوكلاء والمنتجون غير المسدد. لو رجعت للسؤال وقريته بالراحة هلاقي انه كل العمولات عندي بيقول لي في الاخر ان هو تم سددها بشيك، وبالتالي انا في نهاية السنة ما عنديش عمولات وكلاء غير مسددة، وتبقى الاجابة لا شيء مما سبق. السؤال رقم 11 كان عايز اجمالي المصروفات. زي ما قلت لكم انا في حاجات طلعتها مش هاخد القائمة من البداية وارجع وابدأ احسب، لا انا هاخد اخر رقم وصلت له. اخر رقم وصلت له كان لسه من شويه التعويضات التحميليه، هزود عليها العمولات وتكاليف الانتاج. هو عايز اجمالي المصروفات، فانا هزود كل المصروفات اللي من بعد التعويضات التحميليه زائد المصروفات الاداريه والعموميه زائد مخصصات الاستثمارات المخصصه
زائد مخصصات بخلاف مخصصات الاستثمار زائد أي مصروفات أخرى عندي. المصروفات الإدارية والتعويضات التحميلية لسه مطلعاها بمليون 460 ألف. العمولات وتكاليف الإنتاج كانت هي عبارة عن الأقساط المباشرة عندي مضروبة في نسبة العمولة، فكان في التمرين قايل في عمولة إنتاج ب40%، فالأقساط المباشرة عندي ب8 مليون، يبقى العمولة هي عبارة عن 8 مليون في 40% زائد المصروفات الإدارية والعمومية. المصروفات الإدارية والعمومية كان قايل إنها ب المصروفات الإدارية والعمومية كان مديها لي جاهزة على طول ب 35 ألف. عفوا عايزين نتأكد بس من ال 900 ألف. نرجع للتمرين بسرعة. المصروفات الإدارية والعمومية فعلا ب35 ألف على طول. في مصروفات إنتاج ب55، منها 15 تخص العام، يبقى بالتالي أنا عندي 40 بس. المصروفات اللي بعد كده اللي هي عمولة الإنتاج عن التأمين الوارد. التأمين الوارد كان 40%، 30% من العمليات المباشرة لشركة الآدم، وعليها عمولة 40%. فالعمولة دي هي اللي محسوبة. 30% كانت عبارة عن 30% من 3 مليون الخاصة بالعمولات المباشرة بالشركة، فكانوا 900 ألف. العمولة بتاعتهم 900 مضروبة في 40%. الرقم التاني ده خاص بعمولة إعادة التأمين الوارد، تمام. من الأول بقى علشان ما يحصلش لخبطة. أول حاجة تعويضات تحميلية عندي ب1,460,000 زائد عمولات وتكاليف الإنتاج المباشرة اللي هي كانت للتأمين المباشر اللي كان جايلي على طول. كنت عندي أقساط مباشرة ب8 مليون، وكان عليها عمولة إنتاج ب40%، يبقى العمولة الخاصة بيها 8 مليون في 40%، زائد عمولة إعادة التأمين الوارد. كنت واخدة 30% من شركة الآدم اللي هم كانوا طالعين ب900 ألف، كان عليهم عمولة 40% برضو، يبقى 900 في 40%، زائد مصاريف إدارية عمومية ب35 ألف. مخصصات بخلاف مخصصات الاستثمار، كان عندي مخصص خاص بالاستثمار ب60 ألف. وبعدين عندي عمولات إنتاج زي ما قلت لكم من شوية كانت ب55، وقال لي إن في 15 منها لا تخص العام، وبالتالي يبقى الصافي بتاعها 40. وعندي عمولات أخرى كانت ب40 زائد 10، دي خاصة برضو بالإنتاج أو بأي مصروفات أخرى. الناتج عندي هيبقى 5,200,000. السؤال رقم 12 كان عايز بيقول لي عايز يطلع إذا كان ناتج قائمة الإيرادات فائض ولا عجز. فأنا هطلعه إزاي؟ إجمالي الإيرادات اللي طلع عندي هخصم منه إجمالي المصروفات، فطلع ب800 ألف، وبالتالي هو فائض. الجزء الثاني بقى من التمرين كان دخل فيه فرع الحريق. أول سؤال في الجزء الثاني أو الخاص بالفرع الثاني للشركة كان عايز السؤال رقم 13 قيمة ناتج قائمة الإيرادات والمصروفات 800. عفوا ده الخاص بالجزء الأول لسه، يعني هو الأول طلب مني أحدد إذا كان فائض ولا عجز، وبعدين طلب الرقم اللي طلع فكان 800. السؤال رقم 14 ما تم تحصيله من الأقساط تحت التحصيل. ما تم تحصيله بالفعل هو عبارة عن الأقساط المباشرة المستحقة
ناقص أقساط وثائق تم إلغائها. ناخد بالنا من النقطة دي ونقراها كويس. لو في وثائق تم إلغائها، أول حاجة بعملها إن أنا بخصم قيمة هذه الأقساط، وبعدين مضروبة في نسبة الأقساط المحصلة. يعني بعد ما طلعت الإجمالي بقى بعد خصم الأقساط الملغاة أو الوثائق الملغاة، وبزود عليهم رسوم الإشراف والرقابة، وزي ما قلت لكم لازم أكون حافظاها. في تأمينات الحياة 2.5 في 1000، في تأمينات الممتلكات 6 في 1000. الأقساط المباشرة للشركة كانت 1,250,000، ناقص 500,000 اللي هي الوثائق اللي تم إلغائها. في نسبة الأقساط المحصلة قال لي إن هو دفع 80% نقدا، من حصل 80% من الأقساط، يبقى هضربها في 80%. الرقم اللي هيطلع هزود عليه رسوم الإشراف والرقابة. رسوم الإشراف والرقابة كانت عبارة عن إجمالي بقى الأقساط كلها مضروبة في نسبة رسوم الإشراف والرقابة اللي هي 6 في 1000. الرقم كله طلع 1,600. السؤال رقم 15 كان عايز صافي الأقساط المحصلة لفرع تأمينات الممتلكات. صافي الأقساط المحصلة هو عبارة عن الأقساط المباشرة ناقص أقساط إعادة التأمين الصادر زائد أقساط إعادة التأمين الوارد. كان عندي أقساط مباشرة ب 12 مليون بعد طبعا ما خصمت الإلغاءات، ناقص أقساط إعادة التأمين الصادر كانت ب 3,600,000، زائد أقساط إعادة التأمين الوارد. حسبتها إزاي؟ كانت عبارة عن 30% من العمليات المباشرة، دي أقساط إعادة التأمين الصادر كانت عبارة عن 30% من عملياتي أنا المباشرة. يعني أنا هعيد التأمين عند شركة تانية بنسبة 30% من عملياتي المباشرة. فكانت فالعمليات المباشرة عندي ب 12 مليون، هضربها في 30% هيطلع ب 3,600,000، زائد أقساط إعادة التأمين الوارد كان مديها لي جاهزة على طول ب 4 مليون. لما حسبت العملية دي طلعت عندي ب 12,400,000. السؤال رقم 16 كان عايز الأقساط المكتسبة. الأقساط المكتسبة هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن صافي الأقساط اللي أنا لسه مطلعاه من شوية زائد التغير في قيمة مخصص الأقساط السريع اللي هو المخصص أول المدة ناقص المخصص آخر المدة. صافي الأقساط كان ب 12,400,000، المخصص أول المدة كان ب 350 ناقص المخصص آخر المدة ب 570. هيبقى الناتج عبارة عن 12,400,000 ناقص 2,200,000، هيطلع بيه 10,200,000. السؤال رقم 17 كان عايز إجمالي الإيرادات بفرع الحريق. إجمالي الإيرادات هاخد آخر رقم وصلت له كان الأقساط المكتسبة، هزود عليهم عمولة إعادة التأمين الصادر، زائد صافي الدخل من الاستثمارات المخصصة، زائد إيرادات أخرى مباشرة. الأقساط المكتسبة كانت ب 10,200,000، زائد عمولة إعادة التأمين الصادر، يبقى هاخد قيمة أقساط إعادة التأمين الصادر واضربها في نسبة العمولة. أقساط إعادة التأمين الصادر كانت ب 3,600,000 مضروبة في 25%. صافي الدخل من الاستثمارات عندي كان جاهز على طول ب 2,350,000، زائد أي إيرادات أخرى عندي. كان في عندي إيرادات من بيع مخلفات كانت ب 50,000، فهيطلع الناتج عندي 1,350,000. السؤال رقم 18 عايز صافي التعويضات المسددة. صافي التعويضات المسددة هو عبارة عن التعويضات المباشرة ناقص ما يخص الشركة من بيع المخلفات. يعني ايه الكلام ده؟ هو كان قايل لي ان في مخلفات تم بيعها ب 50,000 جنيه. نرجع ونتأكد على طول الرقم كان كام بالظبط.
بلغت قيمة بيع المخلفات ومستنقذات الحريق المحصلة نقدا 250,000 جنيه. طيب هي ال لا هي ال50,000 جنيه إيرادات أخرى كانت تخص رسوم إصدار وتعديل الوثائق المحصلة نقدا، دي بتقع ضمن إيرادات أخرى مباشرة اللي هي إيرادات ليها علاقة بالوثائق أو بالعملية التأمينية، وهي دي اللي أنا زودتها. نرجع تاني للسؤال، إجمالي الإيرادات الأقساط المكتسبة زائد عمولات إعادة التأمين الصادر زائد صافي الدخل من الاستثمارات المخصصة زائد إيرادات أخرى مباشرة اللي هي كانت رسوم وتعديل الوثائق ب50,000. الأقساط المكتسبة كانت ب10,200,000، عمولات إعادة التأمين الصادر كان عندي تأمين صادر ب3,600,000 ب25% زائد صافي الدخل من الاستثمارات كان ب2,350,000 زائد إيرادات أخرى مباشرة كان عندي رسوم تعديل وإصدار ب50,000 جنيه، هيطلع الناتج 1,350,000. السؤال رقم 18 عايز صافي التعويضات المسددة. صافي التعويضات المسددة هو عبارة عن التعويضات المباشرة ناقص ما يخص الشركة من بيع المخلفات زائد تعويضات إعادة تأمين وارد ناقص تعويضات إعادة التأمين الصادر أو التعويضات المستردة. التعويضات المباشرة عندي كانت ب8,000,000، هطرح منهم ما يخص الشركة من بيع المخلفات. طب ما يخص الشركة من بيع المخلفات قد إيه؟ المخلفات كانت ب250,000، طب هي تخص الشركة بتاعتنا كلها؟ لا، الشركة أصلا كان عاملة إعادة تأمين صادر ب30% من عملياتها، وبالتالي يبقى الشركة اللي عملت عندها إعادة التأمين ليها الحق في إنها تاخد 30% من بيع المخلفات، يبقى اللي يخصني أنا 70% بس، يبقى 8,000,000 هطرح منهم 250 في 70%، 8,000,000 تمام، زائد 1,600,000 اللي هم تعويضات إعادة التأمين الوارد ناقص تعويضات إعادة التأمين الصادر اللي هي 7,750,000 في 30%، الناتج هيطلع 6,850,000. السؤال رقم 19 صافي ما تم سداده لشركة الشيماء. صافي ما تم سداده هيبقى عبارة عن الأقساط اللي بتخصها من إعادة التأمين الصادر ناقص العمولة، يعني أنا بعد ما اديتها أقساط أو اديتها جزء من عملياتي طبعا هاخد عمولة، فالأقساط اللي كانت تخصها كانت 3,600,000، خدت منهم عمولة هي عبارة عن الأقساط دي في النسبة، يعني 3,600,000، يبقى اللي أنا حصلت عليه بالظبط من شركة الشيماء كان أو سوري اللي أنا دفعته لشركة الشيماء من أقساط كان 1,000. عندي كلها مضروبة في نسبة العمولة. الأقساط المباشرة زي ما احنا عارفين كانت 12,000,000 ونسبة العمولة 25%، هيطلع لي النسبة، بس هو بيقول لي المسددة نقدا، يبقى اخد بالي لو رجعت للتمرين هلاقيه بيقول لي ان هو سدد 50% من العمولات المستحقة لي للوكلاء والمنتجون، يبقى هضرب الرقم اللي طلع في 50% هيطلع عندي هو كان طالع 3,000,000، لما ضربته في 50% اداني 1,500,000. السؤال رقم 21 رسوم الإشراف والرقابة المستحقة.
رسوم الإشراف والرقابة قلت لكم لازم أبقى حافظة النسبة، هي عبارة عن 12 مليون، دي تأمينات ممتلكات يعني نسبة 6 في الألف، يبقى 12 مليون في 6 في الألف هيطلع عندي ب 72 ألف. السؤال رقم 22 كان عايز رسوم الإشراف والرقابة غير المسددة. رسوم الإشراف والرقابة غير المسددة يعني الرسوم كاملة وهطرح منها النسبة اللي أنا سددتها. الرسوم كاملة كانت كام؟ لسه مطلعاها فوق أهي، كانت ب72 ألف، سدد منها 80% نقدا، يبقى اللي ما سددتوش كان إيه؟ كان 1 ناقص 80%، يعني 20% هيطلع ب 14 ألف وربعمية. السؤال رقم 23 مصروفات الإنتاج التي تخص العام. تخص العام يبقى مش المسددة بس، المسددة والمستحقة. المسددة عندي قال لي ان هي ب25، وقال لي ان في مستحق عليهم ب15، يبقى اللي تخص العام كلها 25 زائد 15 هتطلع ب40. السؤال رقم 24 كان عايز اجمالي المصروفات. اخر رقم وصلت له في التعويضات او كانت التعويضات التحميلية، هزود عليه العمولات وتكاليف الانتاج، هزود عليه المصروفات الإدارية والعمومية، مخصصات الاستثمارات المخصصة، مخصصات بخلاف مخصصات الاستثمار اللي هي مخصصات أخرى، زائد أي مصروفات أخرى. التعويضات التحميلية هي عبارة عن إيه؟ التعويضات التحميلية، سوري أنا ما كنتش مطلعها فلسه هطلعها. التعويضات التحميلية هي عبارة عن صافي التعويضات زائد التغير في مخصص التعويضات تحت التسوية اللي هو المخصص آخر ناقص المخصص أول. يبقى صافي التعويضات عندي كان ب6 مليون 850، زائد التغير في المخصص، بقى المخصص أول المدة كان ب4 مليون 900، آخر المدة كان ب3 مليون 600. يبقى التعويضات التحميلية بالنسبة لي هي عبارة عن 8 مليون 150. إجمالي المصروفات بقى بعد ما طلعت التعويضات التحميلية هبدأ أجمع. تعويضات تحميلية 8 مليون 150، عمولات وتكاليف إنتاج كانت عندي ب3 مليون، ده هو الإجمالي خالص اللي هو كان 12 مليون مضروب في نسبة العمولة، وكنت لسه مطلعاه من شوية برضو، زائد مصروفات إدارية وعمومية كانت ب40 ألف، زائد مخصصات الاستثمارات المخصصة كانت ب75 ألف، وكان عندي مصروفات أخرى ب35 ألف، يبقى الناتج كله 12 مليون و200 ألف. السؤال رقم 25 كان عايز نتيجة قائمة الإيرادات والمصروفات. كان إجمالي الإيرادات عندي 1,350,000 ناقص قائمة نتيجة قائمة الإيرادات والمصروفات، يعني عايزني أطرح إجمالي الإيرادات ناقص إجمالي المصروفات. إجمالي الإيرادات كان ب1,350,000 ناقص المصروفات عندي كانت طالعة ب سوري كان ب13 مليون و500 ألف الإيرادات، المصروفات عندي ب12 و200 ألف. ب12 و200 ألف الناتج عندي 1,300,000، ده ناتج القائمة، وبالتالي هو طالع مش خسارة، طالع فائض. السؤال رقم 26 نصيب شركة الشيماء من التعويضات. شركة التعويضات عندي كانت 700، سؤالي نسترجع اتحسبت ازاي. تمام، نصيب شركة الشيماء من التعويضات يبقى المفروض هو عبارة عن التعويضات اللي دفعتها عن العمليات اللي انا صدرتها ليها. تمام، مطروح منهم المتبقي من المخلفات، زي ما قلت لكم من شوية كان في عندي مخلفات ب250 ألف، مش من حق ان ناخد القيمة كلها، لا، في شركة انا عاملة عندها اعادة تأمين صادر، هي ليها الحق انها تاخد بالظبط ما يساوي نسبتها في العمليات المباشرة بتاعتي كانت 30%. يبقى التعويضات اللي تخصها من التعويضات المباشرة 7 مليون 750 مضروبة في نسبة إعادة التأمين كانت في 30%، هطرح منهم نصيبها في المخلفات وهو عبارة عن 250 ألف مضروبة في 30%، الناتج هيبقى 2 مليون 250 ألف.
السؤال رقم 27، إجمالي العمولات وتكاليف الإنتاج. كان عندي 3 مليون عمولات مباشرة زائد 25 مصروفات إدارية و ثواني، كان عندي 25، نرجع نسترجعها بسرعة كده عشان ما نبقاش بنقول حاجة مش مظبوطة.
الحريق، ده السؤال رقم 29 والأخير. كنا مطلعينه قبل كده ب 8 مليون و115 ألف.